مشاهدينا ومعي عبر الهاتف مباشرة من مطار كويرس سيادة اللواء منذر زمام مدير الكلية الجوية وقائد مطار كويرس، حياك الله سيادة اللواء. أهلا وسهلا فيكم. أولا نبارك لكم الانتصار الكبير في ذكرى مرور عام عن فك الحصار عن هذه الحامية، هذه الأسطورة الحقيقية التي صمدت لمدة 3 سنوات حقيقية كانت من الجهد والتعب والإيمان بأن هذا الأرض التي نحن موجودون عليها هي فقط للسوريين. أريد من حضرتك أن تضعنا في أهمية هذا المطار قبل أن أدخل في التفاصيل. مبارك للوطن ولسوريا جميعا ولقائد الوطن. بداية الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى على امتداد ساحة الوطن. في الذكرى السنوية الأولى لفك الحصار عن الكلية الجوية مطار كويرس العسكري الذي استمر أكثر من 3 سنوات ونصف، خاض خلالها مقاتلون ملاحمة أسطورية ضد قوى الحقد والكراهية، معاهدين الله والوطن والقائد على الحفاظ على هذه الكلية، فكان لهم ما أرادوا فأوفوا بالوعد. تأتي أهمية هذا المطار كونه البوابة الشرقية لمدينة حلب، حيث وقف بصلابة وصمود في وجه الموجات المتتالية للإرهابيين طيلة فترة 3 سنوات ونصف، وشكل حصنا منيعا لمدينة حلب من بوابتها الشرقية. واسمح لي في هذه المناسبة أن نوجه رسالتين في هذه الذكرى. الرسالة الأولى عهد وفاء وولاء لجيشنا وقائدنا أن نبقى الأوفياء للعهد الذي قطعناه لحماية كل ذرة تراب من أرض سوريا الحبيبة، أوفياء لدماء شهدائنا الأبرار. أما الرسالة الثانية فنقولها جميعا لهؤلاء الأوغاد الحاقدين المارقين، لن تنالوا من صمود سوريا. أنتم وأدواتكم سواء في الداخل أو الخارج ستسحقكم بواسل جيشنا العربي السوري، وكما هزمتم في محيط وأسوار الكلية الجوية ستسحقون على امتداد الجغرافيا السورية. وإن تواجدتم في بعض أجزاء من الجغرافيا السورية فهي لابد حالة مؤقتة لن تدوم طويلا، فجيشنا العربي السوري الذي تربى على حب الوطن والقائد يعرف جيدا كيف يحافظ على هذه الأرض، كيف يحافظ على هذه الأرض الطائرة، ويعرف جيدا كيف يحقق الانتصار. ونحن وقواتنا المسلحة جاهزون دائما لتنفيذ المهام القتالية المسندة بالتوقيت التي تراه القيادة العامة، ومستمرون بعزيمة وإصرار في ذلك. نعم سيادة اللواء، لو سمحت ابقى معي، أريد أن أشرك ضيفي الكريم الأستاذ. أعود إليك سيادة اللواء بسؤالي الأخير لك. اليوم عندما نتحدث عن السعرة الهجومية من قبل هذه التنظيمات الإرهابية، هذا التكالب كان يريدون هذا المطار بشتى الوسائل ومهما كانت التكلفة، برأيك اليوم بصمود شبابنا في هذا المطار وفك الحصار عن هذه الحامية والتوسع في دائرة أمان محيطة لهذا المطار، إلى أي حد يعطي اليوم أهمية كبيرة وقدرة لتقدم قواتنا عبر هذا المحور باتجاه المناطق الأخرى؟ أريد من حضرتك أن تضعنا في صورة اليوم تنظيم داعش يبعد عن مطار كويرس إلى أي حد تقريبا؟ العمليات العسكرية في محيط كويرس وفي حلب عموما مستمرة، وهذا الجيش الذي عاهد وتربى في مدرسة القائد العظيم السيد الرئيس الفريق بشار الأسد وعاقد العزم على تحرير كامل جغرافيا سوريا سواء في حلب أو غيرها، حتى تحرير كل ذرة تراب من أرض سوريا. المعركة واحدة، نحن نواجه الآن في محيط مطار كويرس عدوا شرسا هو داعش، وسواء كان داعش أو النصرة أو تحت أي مسمى آخر، فجيشنا العربي السوري سيثبت قدرة في الأيام القادمة سيثبت قدرة هذا الجيش على اقتلاع الإرهاب، وأن قدرته على تحقيق ذلك لا حدود لها. نعم. أقول كلمة أخيرة، أن النصر هو قدرنا ولا خيار آخر سوى النصر. هزيمة كل متآمر وكل حاقد على أرض هذا الوطن حتمية لا شك فيها، لأننا نمتلك مثلث صمود الشعب والجيش والقائد، ومن يمتلك هذه القوى لا بد أن ننتصر.
حياك الله سيادة اللواء منذر زمام مدير الكلية الجوية وقائد مطار كويرس، كنت معي عبر الهاتف من مطار كويرس، شكرا جزيلا لك ونبارك لسوريا ولكم هذا النصر الذي أنتم كنتم جزء كبير منه، شكرا لك.